لو انت صانع محتوى او بتقدم اي محتوى على الانترنت او بتعمل كورسات اونلاين او حتى جيمر، تحتاج دايما برنامج سكرين ريكورد او برنامج يعمل لك شير للحاجه اللي انت بتعملها، اذا كنت بتدي ليكتشر او حاجه زي كده. في برامج كتير جدا بتعمل الحاجات دي كلها، وانا جاي النهارده اتكلم عن برنامج اسمه هيد برو سكرين ريكوردر. فيلا بينا نبدا الحلقه. طبعا هسيب لك لينك الداونلود للبرنامج في الديسكربشن، تقدر تخش وتعمله داونلود. طيب اول ما تفتح البرنامج ده هتكون واجهته عندك الموضوع بسيط الى حد كبير، يعني في حاجه اسمها ريكورد وحاجه اسمها لايف، لان البرنامج ده هو ده اللي بيعمله، بيريكورد او بيطلع من خلاله لايف. طيب اول حاجه عندنا في الريكورد كلمه سكرين، وده مهمتها ان هي تبدا تعمل سكرين ريكورد الحاجه اللي انت بتعملها. لو انت دوست عليها دوسه بيقول لك بريس سبيس بار تو سيلكت فول سكرين. لو انت عايز تعمل الريكورد على الفول سكرين بتدوس على سبيس، بيظهر لك البار اللي موجود قدامك ده. زي ما انت شايف الصوت اللي انا بتكلمه هو عامل ديتكت للمايك بتاعي اهو. وخلينا ناخد الاوبشنز كلها من الشمال لليمين. اول حاجه الستارت اللي هو يبدا يعمل سكرين ريكورد. تاني حاجه تقدر تعمل سكرين شوت لاي حاجه انت بتشتغل عليها. تالت حاجه اللي انت بتعمل بيكتشر ان بيكتشر، بحيث انت تبقى مثلا عامل الكاميرا بتاعتك ان هي تبقى بيكتشر صغيره، والسكرين ريكورد او السكرين كلها انت بتقعد تشتغل عليها. رابع حاجه والحاجه اللي عجباني جدا فكره الدرو. انت لو مثلا بتدي ليكتشر ومحتاج ان انت تكتب حاجه على الشاشه بتدوس على كلمه درو ويبدا يكتب لك الحاجه بتاعتك. ومن الحاجات الجامده برده فكره الكابتشر ماوس، ان انت لو بتتحرك الماوس وعايز الشخص اللي بيتفرج على السكرين ريكورد يبقى شايف الماوس رايح فين، فبنقدر نعمل له زي لون او علامه بحيث ان يبقى الشخص مركز جدا في الماوس عندك. وجنبيها برضو الكابتشر كي ستروكس، بحيث لو انت بتكتب اي حاجه مثلا لو بتشتغل على برنامج فوتوشوب فبتدوس على الت او كنترول وبتعمل سيلكت او اي حاجه، فكلمه كنترول او سبيس او الت او ايا كان الزرار اللي انت دوست عليه بيظهر لك تحت كده، بحيث ان الشخص وهو بيشوف الليكتشر بتاعتك يبقى فاهم انت بتعمل ايه. بعد كده طبعا السبيكر اذا كان انيبل او ديزيبل، والمايك، وكمان لو انت عندك ويب كام بتعمل لها انيبل. للاسف الجهاز ما عندوش مفيش ويب كام، فعندي الديفايس مقفول. تقدر كمان تحط تاسكس، وكمان السيتنج بتقدر تختار بقى السيتنج بتاعتك اذا كان الفريم ريت، ريزوليوشن، الاوت بوت فورمات، في الاخر لما تيجي تطلع الفايل ده هتطلعه بالفورمات عامل ازاي، ام بي 4، وكمان اللوكيشن بتاعه. تقدر كمان تتحكم في الاوديو اذا كان عايز الفايل بتاع الريكورد الصوت والصوره مع بعض ولا كل واحد منفصل. وبتختار طبعا الميكروفون وبتختار السبيكر من هنا. في كمان افكس، ودي خاصه بالماوس كورسر او شكل الماوس. زي ما قلت لكم هو بيتحرك بيبقى عليه علامه كده، ممكن عايزه احمر اصفر برتقاني او الكلام ده كله. ولو كنت عايز تشو الكي ستروكس اللي هو وانت مثلا بتعمل اي حاجه يبان لك انت بتعمل ايه او بتدوس على ايه في الريكوردر، انت بتختار الشكل اللي انت عايزه. مثلا انا اختار اللي هو الابيض في الاسود ده. والهوت كيز بحيث انت مثلا لو عايز تعمل الستوب والستارت ريكورد بتدوس اف 10، البوز والريزيوم ريكوردنج اف 9، وهكذا وهكذا. تقدر طبعا كمان تكستمايز اللي انت عايزه من الكيز دي. تعالوا نجرب مثلا ان احنا نعمل سكرين ريكورد لاي حاجه. انا هدوس على اف 10، اف 10 اهي كده، هو عمل لي ستارت ريكوردنج. مثلا خلينا نفتح برنامج الفوتوشوب دلوقتي. بس فتحت الفوتوشوب وعايز اشرح حاجه على الصوره هنا، ممكن اروح على كلمه درو ادوس عليها واختار مثلا البن او الهايلايت، مثلا البن، واقول له لونه احمر وده السايز بتاعه، واقول لك مثلا ان احنا في الحته دي محتاجين ان احنا نظبط حاجه، او الحته دي في سهم هنا او هنا رايح هنا، وهكذا وهكذا. وبعد ما بخلص بدوس على زرار الدرو تاني عشان ارجع للاوبشن بتاعتي الرئيسيه. طبعا انا عامل هنا الكابتشر كيستون. لو دوست مثلا على كنترول A او دوسنا كده، دوسنا على حرف ال V، او دوسنا على حرف ال M، دوسنا على حرف ال E، وهكذا وهكذا. كل الكلام ده كله هيطلع في الريكوردر وهوريه لك دلوقتي. نقدر كمان نعمل سكرين شوت لو احنا عايزين نعمل سكرين شوت لاي حاجه هنا. ان انا هدوس على كلمه سكرين شوت، بالنسبه لي هو خد السكرين شوت بتاعه الفيديو. خلصت كل اللي انا عايزه، هدوس على اف 10 تاني كده، عمل لي بوز وجاب لي الفايل اهو عندي. ان انا ادوس بلاي اهو بيظهر لي اصلا اوتوماتيك، او ان انا اشوف مكانه فين. طيب تعال نجرب ونشوف الريكورد عمل ازاي. دوس على بلاي كده، هو عمل لي ستارت ريكوردنج. مثلا خلينا نفتح برنامج الفوتوشوب. انا هقفل بس الصوت، لكن الصوت موجود زي ما انت شايف. اول حاجه عمل لي الكورسر لونه احمر زي ما انا عملت في الماوس، زي السيتنج اللي انا عملتها. وتعالوا لو دخلنا هنلاقي، بصوا على الشمال، اي حاجه وادوس عليها بتظهر لي ناحيه الشمال بالشكل اللي انا برضو اخترته اهو. لما عملت كمان الدرو اهو الهوت كي، بصوا الاي مثلا، ودوست على الفي
والكلام ده كله، اي حاجه بدوس عليها هي بتظهرها لي على الشمال لما عملت سكرين ريكورد، كنترول كنترول اي وهكذا وهكذا وهكذا. والكواليتي بتبقى زي الريزوليوشن بتاع الشاشه، انا الشاشه بتاعتي فول 2K فظهر لي الكواليتي بتاعت الفيديو بكواليتي ال 2K. طيب في ايه تاني نقدر نعمله في البرنامج ده؟ عندي مثلا فكره الجيم، لو انا عايز اكابتشر جيم مثلا فهدوس على كلمه جيم، هنا بدوس بيختار لي انت عايز تكابتشر ايه. عموما الجيمر بيعملين حاجه زي اوتوميشن كده، حاجه اوتوماتيكيه، مجرد ما يفتحوا الجيم الجيم بيبقى فول سكرين على على الشاشه. فانت هنا بتقول للبرنامج اول ما يفتح الجيم ابدا سجل، فانا المفروض هنا اي جيم بيتفتح بدوس عليه سيلكت ويبدا يسجل، واول ما اقفل الجيم هو اوتوماتيك بيقفل السكرين ريكورد. هنا بختار مثلا اذا كان جيم معين انا فاتحها او ابلكيشن معين انا فاتحه. ثالث حاجه عندي الليكتشر او الليكتشر اللي هو الدرس يعني. من مميزات برضو هنا الليكتشر اللي هو عامل لك تمبلت تقدر تستخدمها عشان تطلع لايف بيها او تدي ليكتشر اونلاين او حاجه بشكل ظريف. ممكن ان انا اختار مثلا اي حاجه، اختار ده وادوس عليه داونلود، بعد كده ادوس عليه تاني واقول له يوز ذس تمبلت، فظهر لي الموضوع ده زي ما انت شايف بيبقى عبارة عن تو بانلز، ده اللي هتطلع بيها لايف او تطلع بيها على المنصة اللي انت تعمل بيها الكورس او الليكتشر. هنا مثلا لو دوست على الكلمة دي هقول ان هو ده فوتو، ثواني، فوتوشوب كورس مثلا، بعد كده هقول له ان ده هخليه عبارة عن ايمج. هنا انا هتكلم مثلا على الصورة دي، وهنا هيبقى عبارة عن السكرين، هقول له ان انا هعمل الفول سكرين. وهنا لو عايز اكتب الشانل بتاعتي بتاعت اليوتيوب احمد سعيد، اقدر اغير طبعا كل حاجة، اذا كان اخليها مثلا تحتيها خط ان انا اخليها كبيرة شوية، اكبر مثلا اخليها 36 واخلي الباك جراوند فاضية، وبالنسبة لي كده تمام. ولو عايز اعمل اد سورس تاني ان انا ازود حاجه كمان بدوس على كلمه اد سورس، ولكن انا بالنسبه لي الدنيا كده كويسه. دي تبقى مجرد الشكل اللي هيظهر للناس اول ما اجي اعمل سكرين شيرنج او ان انا اعمل ابدا الليكتشر. لو دوست على ستارت وبدات ان انا اتكلم مثلا عن الفوتوشوب، اهو اعمل زوم ان وزوم اوت وابدا اغير او افتح اي حاجه من اللايرز بتاعتي، اهو مثلا ابدا اعمل كده ولا اي حاجه وخلصت خلاص، هروح قافل ستوب، ظهر لي البتاع ده اللي هيطلع الشكل اللي هيظهر للشخص او السكرين ريكورد اللي اتعمل. دوست بلاي اهو زي ما انت شايف الصوره جنبي، وعلى الشمال الحاجه اللي انا ببدا اشتغل عليها. قيس على ده بقى تمبلتس كتيره قوي فور فري تقدر تنزلها من البرنامج، وكمان انا هعمل موضوع الكتابه برضو بيظهر لي على الشمال، وكل حاجه متظبطه وزي الفل. تقدر كمان تنقل ما بين شكل البث، بحيث انت مثلا لو عايز الاونلي كونتنت يبقى الكونتنت بس اللي تعمله هو اللي معمول له شيرنج، او الكونتنت والبرزنتر اللي هو مكان الصوره دي مثلا ممكن اخليه كاميرا مش صوره، فالكاميرا دي جايباني وفي نفس الوقت الكونتنت على الشمال والاونلي برزنتر او انا بس اللي بتكلم موجود اهو زي ما انتم شايفين. هنقفل كده، بيقول لي عايز سيف الموديفايد الحاجات اللي عملتها، اقول له لا. الحاجه الجامده بقى قوي في البرنامج ده فكره الديفايس. مثلا انا عندي ديفايس عايز اعمل له شيرنج بالاضافه لكل اللي انا عملته اللي فات ده، اعمل له كمان شيرنج للديفايس، ولو يكن مثلا الايباد بتاعي، ادوس على كلمه ايباد، هيقول لي انت لازم تروح اللي تجيب الايباد بتاعك وتعمل له كونكشن على نفس شبكه الواي فاي بتاعه الجهاز وتعمل له ميرور. فانا هروح اتاكد ان الواي فاي شغال، اعمل ميرور، اختار سكرين ريكورد هيد بو، واستنى شويه، وكده الايباد بتاعي معمول له شيرنج. هقدر اعمل اي حاجه، هاي هلو، اي حاجه بعملها في الايباد هي ظاهره عندي في في الشير بتاعي. ممكن اعمل كده، اروح هنا، اروح كده، اروح كده. ممكن مثلا لو بدي اي حاجه ليكتشر على اللايت روم موبايل وعايز استخدم الايباد اهو، وابدا اعمل بقى شويه حاجات اهو، لايت مثلا ازود الكونتراست، ممكن اخلي الايباد كمان بالعكس كده عشان يبقى فول سكرين مثلا اهو. انا هستخدم هنا مثلا ازود في اللايت، ازود شادوز او اقلل شادوز،
اي حاجه بقى اعملها في الايباد بتظهر لي هنا، واقدر اطلع بيها لايف، اقدر اطلع بيها سكرين ريكورد، اقدر اعمل بيها اي حاجه. الميزه دي حلوه قوي وعجباني الصراحه بشكل مخيف يعني. ايه تاني اقدر اعمله في البرنامج ده؟ احنا كده خلصنا فكره الريكوردنج. طيب هقدر اطلع لايف، اقدر اطلع لايف ستريم او فيرتشوال كاميرا. احنا معظمنا بيطلع لايف سكرين مثلا لشغل الجيمنج والكلام ده كله. فانت عندك التمبلت، نفس التمبلت اللي انت كنت عاملها في الريكوردنج ممكن تعملها في اللايف، او ممكن تدوس على كلمه جيم لو انت بتستريم جيم، فهو عامل لك تمبلت للجيمز. انا مثلا كنت نزلت التمبلت دي، لو دوست عليها وقلت له يوز ذس تمبلت ظهر لي كل التمبلتس بتاعتي. انا مثلا لو هبدا شات مع الناس فانا بتكلم اهو والشات بيبقى ظاهر جنبي. لو انا اوفلاين هدوس على كلمه اوفلاين. لو انا هستارت الستريم بستارت الستريم من هنا، وعندي البوز وهنا شكل الجيم مود. لو دوست على اد سورس بختار الجيم، طبعا انا ما عنديش جيمز هنا للاسف. لو دوست هنا بختار السكرين او الكابتشر اذا كان ويب كام بحيث ان اطلع لايف بالويب كام. وهنا دي واحده بزياده يعني حطها لك. ولو عايز اضيف حاجه سورس يعني بدوس على اد واختار اللي انا عايزه اضيف. ولو عايز اعدل على اي حاجه كل حاجه هنا. انا لما بدوس سيلكت هنا كل حاجه هنا، يعني مثلا لو دوست على انستجرام اهي اشيلها واحطها، اشيلها واحطها، وابدا ممكن ادوس هنا وابدا اغير الاكونت بتاعي نيم مثلا اقول له احمد سعيد. بعد كده بلاقي الايكون بتاعت اللايف ستريم ادوس عليها واقول له مثلا ان انا هستريم على تويتش. بعد كده ابدا اعمل بقى كونكشن باستخدام برنامج او بي اس ان هو يطلعني ستريم وهكذا في القصه دي. بس كده تقريبا ده تكون كل حاجه في الابلكيشن. ابلكيشن خفيف ولذيذ وعلى فكره سريع جدا وبيطلع كواليتي حلوه قوي في كل حاجه. انا جربته كذا مره والموضوع صراحه يعني ريكومندد بشكل كويس. وهسيب لك برده اللينك بتاعه في الديسكربشن، تقدر تخش وتشوف اسعاره وتشوف اللي بيقدمه فور فري قد ايه، واللي بيقدمه لما تيجي تدفع الفيز او يبقى البرو منه في مميزات عامله ازاي، وكل حاجه موجوده في البرنامج دي انا قلتها. اتمنى تكون استفدت، ولو استفدت اتمنى ان انت تعمل اشتراك للقناه وتعمل لايك وتسيب كومنت تقول لي ايه الاخبار في الابلكيشن ده. ولو عندك ترشيحات لابلكيشنز تانية يا ريت تقول لي. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.